لطالما عرف المسرح بأنه أبو الفنون، لأنه يعتمد بشكل كبير على الأداء الحي الممزوج بتفاعل الجمهور المباشر مع كل كلمة وحركة، ولربما هذا التفاعل هو اللي وضع المسرح في مواجهة دائمة مع النقد، سواء للمحتوى أو لأداء الفنانين أو للإخراج بشكل عام. وكانت بداية المسرح في المملكة العربية السعودية عام 1960 على يد الأستاذ أحمد السباعي، اللي قام بتأسيس أول فرقة مسرحية في مدينة مكة. وعلى الرغم من تعرض هذه التجربة للإجهاض بشكل سريع، إلا أنها استطاعت أن ترسم ملامح المسرح السعودي اللي ظل يتشكل بتجارب شخصية. المتتبع للحركة المسرحية في بلادنا رح يجد أنها بدأت متأخرة عن الدول العربية اللي سبقتها في هذا المجال بمراحل عديدة، ولكن اليوم ومع النهضة الحديثة، الفن في المملكة بشكل عام تخطى الكثير من الدول، واستطعنا في وقت قليل أنه ننافس ونراهن على نجاحنا الفني. ويبقى السؤال الأبرز، إيش هي عوامل نجاح المسرح السعودي، وكيف نستطيع أنه ننافس بهذا النوع من الفن باقي الدول حول العالم؟